في المجموعة الأولى نجم راس يستضيف فريق هلال مساك، النادي حملان في يستضيف فريق مستقبل الرياضي بالمرسى. في المجموعة الثانية الموعد مع أربع مقابلات، بعث بوحجلة يستضيف فريق كوكب عقارب، نصر جرمة يستضيف الملعب الجابسي، هلال رضايف يستضيف مستقبل القصرين، وأمل جربة يستضيف نادي محيط قرقنة. هذا بالنسبة للجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. في المقابل، في بلاغ صادر عن حكام كرة القدم في تونس، أعرب فيه الحكام عن رفضهم القاطع لتجزئة مستحقاتهم المادية من قبل الجامعة. موضوع للمتابعة قبل انطلاق الجولة السادسة للرابطة الأولى وكذلك الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. في كرة السلة، بعد شوية انطلاق مقابلات الجولة الثامنة، ذهاب للبطولة الوطنية لبرو أ، 6 متاع العشية الموعد مع كل المقابلات في قاعة حمام سوسة القمة، نجم الرياضي الساحلي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. في قاعة الأمير بن منزه، شبيبة المنازه يستضيف النادي الإفريقي. في قاعة دار شعبان الفهري، اتحاد الأنصار يستضيف فريق الدالي الرياضي بجرومباليا. في قاعة توفيق بوهيمة برادس، النجم الرأس يستضيف نادي كرة السلة بالمهدية. وفي قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، الشبيبة القيروانية يستضيف فريق نجم حلق الواد. أكد الإعلام السعودي إقالة مدرب المنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني من الأسماء المطروحة لخلافة مانشيني على رأس الإدارة الفنية للمنتخب السعودي، الفرنسيين زين الدين زيدان وهيرفي رونار وكذلك الأرجنتيني رومان دياز. ثنائي ريال حارس تيبو كورتوا والبرازيلي رودريغو ثنائي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو يوم السبت القادم أمام برشلونة، مباراة لحساب الجولة 11 من البطولة الإسبانية لا ليغا، مباراة منتظرة خاصة بعد الفورمة الكبيرة البارح بالنسبة لريال مدريد في الشامبيونز ليغ الأوروبية، الرمونتادا أمام بوروسيا دورتموند. بعد ما كان متأخر في النتيجة يسجل 5 أهداف فريق ريال مدريد. كيف ستكون مباراة القمة الكلاسيكو بين الريال والبرسا يوم السبت القادم؟ نرجع للشامبيونز ليغ الأوروبية، اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة من دور المجموعات. انطلقت منذ قليل 2 مقابلات، 6-4 بريست الفرنسي يستضيف باير ليفركوزن الألماني، وكذلك 6-4 انطلقت مباراة بين أتلانتا الإيطالي وسلتيك الاسكتلندي. 8 متاع الليل مجموعة من المقابلات أبرزها مباراة البرسا وبايرن ميونخ الألماني، 8 متاع الليل، تبقى كروي جميل 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 جدا بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني. مانشستر سيتي الإنجليزي يستضيف سبارتا براغا تشيكي، يونغ بويز السويسري يستضيف إنتر الإيطالي، لايبزيج الألماني يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني يستضيف ليل الفرنسي، بنفيكا البرتغالي يستضيف فريق فاينارد الهولندي، سالزبورغ النمساوي يستضيف فريق دينامو زغرب الكرواتي. هذا بالنسبة لمقابلة اليوم. البارح شاهدنا كما قلنا مباراة كبيرة بين ريال مدريد الإسباني اللي فاز عمل ريمونتادا 5-2، الميلان فاز بسهولة أمام كلوب بروج البلجيكي 3-1، موناكو الفرنسي ضرب بقوة ممتاز وممتاز جدا بعد الانتصار أمام البرسا. البارح موناكو الفرنسي فاز على سيرفينا السربي بخماسية 5-1. ومقابل تعثر البي اس جي 1-1 امام بي اس في اند هوفن الهولندي. يوفي كذلك تعثر البارح، جوفانس الايطالي هزيمه على ميدانه امام شتوتغارت الالماني. ارسنال الانجليزي فاز امام شختار دونيسك الاوكراني. سبورتينغ لشبونه يعود ب3 نقاط امام ستروما غراس النمساوي. جيرونا الاسباني فاز على سلوفانا سلوفاكي. أستون فيلا الإنجليزي بداية ممتازة في البريمير ليج الإنجليزية، فاز البارح في الشامبيونز ليج الأوروبية على بولونيا الإيطالي 2-0. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نشرة السادسة مع زميل معز الجليبي، إلى اللقاء.